مرحبا بتلامذتي الأعزاء، سعيد بلقائكم مرة أخرى. سأقوم في هذه السلسلة من الحصص بتصحيح الامتحان الوطني الموحد الدورة الاستدراكية ل 2019 شعبة العلوم الفيزيائية. نبدأ بالتمرين الأول أي تمرين الكيمياء، الجزء الأول دراسة العمود نيكل كاديميوم. أمر إلى محتوى التمرين. تعتمد الأعمدة في اشتغالها على تحويل جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. ندرس في هذا الجزء من التمرين مبدأ اشتغال عمود نيكل كاديميوم. ننجز العمود نيكل كاديميوم باستعمال العدة والمواد التالية: كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات الكاديميوم Cd2+ زائد SO4+ في تركيزه البدئي C يساوي 1 مول لكل لتر. كأس تحتوي على محلول مائي لكبريتات النيكل Ne2+ زائد SO4+ تركيزه البدئي C يساوي 1 مول لكل لتر. صفيحة من النيكل، صفيحة من الكاديميوم وقنطرة ملحية. نربط إلكتروداي العمود مع موصل أومي وأمبيرمتر. عند غلق الدارة يشير الأمبيرمتر إلى مرور تيار كهربائي شدته ثابتة E تساوي 0.3 أمبير. معطيات: لدينا ثابتة فاراداي 9.65 × 10^4 كولوم لكل مول. الكتلة المولية الذرية للنيكل 58.7 غرام لكل مول. ثابتة التوازن المقارنة بالمعادلة نيكل 2+ زائد ذرات الكاديميوم تعطينا ذرات النيكل زائد أيونات الكاديميوم، حيث ثابتة التوازن هي ك تساوي 4.5 × 10^5. السؤال الأول: أحسب قيمة خارج تفاعل QR إنيسيال أي عند الحالة البدئية للمجموعة الكيميائية. استنتج منحى التطور التلقائي لهذه المجموعة. إذن السؤال الأول: خارج التفاعل عند الحالة البدئية. قبل هذا سأكتب معادلة هذا التفاعل: أيونات النيكل زائد ذرات الكاديميوم. منحى الأول، منحى الثاني. لدينا ذرات النيكل زائد أيونات الكاديميوم. إذن سأقوم بكتابة تعبير خارج التفاعل يساوي التركيز الفعلي البدئي لأيونات الكاديميوم مضروب في التركيز الفعلي لذرات النيكل، لكن التركيز الفعلي لهذه الذرات يساوي 1 لأنه عند الحالة الصلبة. أكتب عند الحالة البدئية مقسوم على ماذا؟ مقسوم على جداء التركيز الفعلي لهذا النيكل مضروب في جداء التركيز الفعلي للكاديميوم. الكاديميوم حالته صلبة، إذن تركيزه الفعلي يساوي 1. يبقى لدينا فقط أيونات النيكل. حسب معطيات التمرين فالتركيز أيونات الكاديميوم وتركيز أيونات النيكل يساوي 1:1. أعوض لأجد القيمة تساوي 1. انتهينا من حساب خارج التفاعل. لكي نستنتج منحى تطور المجموعة يجب القيام بالمقارنة بين خارج التفاعل عند الحالة البدئية ثم ثابتة التوازن ك. لدينا ثابتة التوازن ك تساوي 4.5 × 10^5، والمقارنة تفضي إلى أن خارج التفاعل أصغر من ثابتة التوازن، وهنا نستنتج أن المجموعة تتطور في المنحى المباشر. في المنحى المباشر أي المنحى رقم 1. أمر الآن إلى السؤال الثاني. أعطي التبيان الاصطلاحي لهذا العمود. ثانيا، التبيان
للعمود. إذن قبل هذا يجب أن أكتب المعادلة التفاعل المقرونة بهذه المجموعة. قلنا بأنها هي التي كانت في المنحى المباشر واحد، أكتبها. إذن لدينا إيونات النيكل زائد فيليز الكاديميوم أو صفحة الكاديميوم تعطينا ذرات النيكل زائد إيونات الكاديميوم. من خلال المعادلة نستنتج أنه إيونات النيكل تم اختزالها، بمعنى اختزال بمعنى اكتساب إلكترونات، اكتسب إلكترونات. اختزال النيكل أو إيونات النيكل هذا يعني أنها تمت بجوار الكاثود، لأن دائما الاختزال يتم بجوار الكاثود. إذن أكتب بجوار الكاثود، قلنا لدينا اختزال والكاثود يكون قطبه موجب، وبجوار الأنود أي القطب السالب تكون أكسدة. أكسدت ماذا؟ أكسدت المختزل، أي أن الكاديميوم يلعب دور المختزل، فالأكسدة يعني فقدان إلكترونات، والكاديميوم سوف يفقد إلكترونات. إذن لكتابة التبيان الاصطلاحية سوف أكتب لدينا الكاثود الأنود. إذن الكاثود هناك اختزال، اختزال ماذا؟ اختزال إيونات النيكل. أكتب القنطرة الملحية، لا أنساها، دونك القنطرة الملحية إيونات النيكل تم اختزالها، ثم لا ننسى فيليز أو صفيحة النيكل. من جهة أخرى لدينا عند الأنود أكسدت ذرات الكاديميوم، ومن جهة أخرى لدينا في المحلول لدينا إيونات الكاديميوم صلب أكو ثم صلب. هذه هي التبيانة الاصطلاحية. أمر الآن إلى السؤال الثالث. أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود. ثالثا التفاعل حاصل عند كل إلكترود. لدينا إلكترودين، لدينا الكاثود ثم الأنود. الكاثود، أبدأ بالكاثود. قلنا أنه عند الكاثود لدينا اختزال، اختزال ماذا؟ اختزال إيونات النيكل. أكتب تكتسب الاختزال، دائما هو اكتساب إلكترونات. وبجوار الأنود لدينا أكسدة، أكسدت ماذا؟ أكسدت ذرات الكاديميوم. أي فقدان إلكترونات. هذا هو جواب السؤال الثالث. أمر الآن إلى السؤال الرابع والأخير في هذا الجزء. نشغل العمود لمدة دلتا تي تساوي 5 ساعات، أحسب التغير دلتا إم لكتلة النيكل خلال هذه المدة. السؤال الرابع. الكتلة دلتا إم للنيكل، لذرات النيكل
خلال مدة دلتا تي تساوي 5 ساعات. إذن للقيام بحساب هذه الكتلة أو فرق الكتلة، أبدأ أول شيء بكتابة جدول لنصف هذه المعادلة. سأقوم بكتابة أو رسم جدول لنصف هذه المعادلة. لدي Ne بلس زائد الكترونات تعطينا ذرات النيكل. إذن هنا زائد، دونك هنا لدينا أول شيء الكمية البدئية لأيونات النيكل، هنا صفر، هنا كمية المادة البدئية لذرات النيكل. عند دلتا تي تساوي 5 ساعات، عند هذه اللحظة لدينا ان انيسيال ناقص اكس، هنا 2 اكس، وهنا الكمية البدئية زائد اكس. هنا تي تساوي 0. إذن لحساب فرق الكتلة يجب أول شيء حساب فرق كمية المادة. فرق كمية المادة لذرات النيكل يساوي كمية المادة النهائية للنيكل ناقص كمية المادة البدئية للنيكل. كمية المادة البدئية هي هذه، أعوض زائد إكس ناقص كمية المادة البدئية للنيكل، سوف أختزل لأحصل على X، أي فرق كتلة ذرات النيكل يساوي X. كيف عفوا هنا دلتا N، دلتا N أي فرق كمية المادة. أعلم بأنه نعلم أنه أنه دلتا N يساوي دلتا M على كتلة المولية، بالتالي أجد فرق الكتلة يساوي فرق كمية المادة في كتلة المولية. إذن يساوي فرق كتلة النيكل يساوي فرق كمية المادة للنيكل في الكتلة المولية، وكم تساوي فرق كمية المادة؟ يساوي X في كتلة المولية. ما هو X؟ X هو تقدم هذا التفاعل، إذا يجب أن أحسب X، ولهذا أبدأ بكتابة تعبير كمية الكهرباء Q يساوي E في دلتا T يساوي كمية مادة الإلكترونات في ثابتة فاراداي. كمية مادة الإلكترونات ممكن أن أستنتج من هنا، فهي تساوي 2x، إذا سوف أعوض هنا 2x، وأعلم بأنه من خلال هذا التعبير وجدت أن دلتا N تساوي x. إذن x ممكن أن أعوض x بدلتا n، يعني 2 في، و x يمثل دلتا n للنيكل. حسناً سأعوض هنا ب 2x. إذن لأجد ماذا من هذا التعبير؟ أجد E في دلتا t يساوي 2x نضرب في F. ماذا يساوي X؟ يساوي E في دلتا T مقسوم على F.
أكمل هنا. أعود لهذا التعبير. لأضع فرق كتلة هانيكل يساوي X في M و X خارج تفاعل يساوي E في دلتا T مقسوم على كمية أو لا M للنيكل الكتلة المولية مضروب في F F مضروب في الكتلة المولية M للنيكل. تطبيق عددي، لدينا فرق الكتلة يساوي، أعوض E ب شدة التيار أي تساوي 0.3 مضروب في 5 ساعات مضروب في 3600 لأنني سوف أحول الثانية مضروب في الكتلة المولية للنيكل حيث تساوي 58.7 مقسوم على F ثابتة فاراداي 9.65 في 10 أس 4. نتيجة تعطينا مباشرة بوحدة الجرام قيمة تساوي 1.64. أنتهي من الجزء الأول، سوف أنتقل الآن إلى الجزء الثاني. دراسة بعض تفاعلات حمض أسيتيل سيليسيليك. يعتبر حمض الأسيتيل سيليسيليك ذو الصيغة C9H8O4 أكسجين 4 من بين الأدوية الأكثر استعمالا نظرا لمنافعه العلاجية والمسكنة لأمراض متعددة. في مرحلة أولى سنحدد بالمعايرة كتلة حمض الأسيتيل سيليسيليك الموجود في قرص من دواء الأسبيرين، وفي مرحلة ثانية سندرس التطور الزمني لتفاعل أيونات هيدروجين وكربونات HCO3- مع هذا الحمض. معطى الكتلة المولية لحمض الأسيتيل سيليسيليك تساوي 180 جرام لكل مول. أولا معايرة محلول مائي لحمض الأسيتيل سيليسيليك، نذيب قرصا من دواء الأسبيرين في الماء المقطر فنحصل على محلول مائي S لحمض الأسيتيل سيليسيليك تركيزه CA وحجمه V يساوي 278 مللتر ويحتوي على كمية كتلتها M من هذا الحمض. نأخذ حجما VA من 10 مللتر من المحلول S ثم نعايره بمحلول مائي SB لهيدروكسيد الصوديوم Na بلس زائد HO موان تركيزه CB يساوي 10^2 مول لكل لتر. ننجز هذه المعايرة باستعمال كاشف ملون ملائم. أولا أكتب معادلة تفاعل المعايرة، نرمز لحمض الأسيتيل سيليسيليك بAH ولقاعدته المرافقة بA موان. أولا لدينا هذا القرص من الحمض AH، سوف نذيبه في محلول حجمه 278 مللتر، ومن هذا الحجم سنأخذ حجما آخر وسنقوم بمعايرته بأيونات الهيدروكسيد. لدينا هنا الهيدروكسيد H1 زائد Na بلس. حسنا، السؤال الأول معادلة المعايرة.
عايرت. إذا لدينا هنا أيونات الهيدروكسيد أشقم وتتفاعل مع هذا الحمض أأش، حمض أأش. إذا هذا الحمض أأش سوف يتفاعل مع الهيدروكسيد أشقم، يعطينا الحمض يتحول إلى القاعدة المرافقة أ ناقص، أو ثم القاعدة هيدروكسيد سوف تتحول إلى الماء H2O ليكيد أي سائل وميه وميه ثم وميه. هذه هي معادلة المعايرة. سأمر الآن إلى السؤال الثاني. نحصل على التكافؤ عند إضافة حجم VBE يساوي 10 مللتر من المحلول SB. واحد اثنان، حدد التركيز الثقة للمحلول S. ثانيا اثنان واحد، مطلوب منا تركيز الثقة عند التكافؤ. أول شيء عند التكافؤ يتم استهلاك المتفاعلين، وبالتالي ممكن أن نكتب معادلة التفاعل. معادلة التفاعل ومعادلة التكافؤ، أي CA VA مقسوم على واحد لأنه لدينا هنا واحد، ثم CB VB مقسوم على واحد لأنه لدينا كذلك هنا واحد، ونستنتج تركيز CA يساوي CB في VBE مقسوم على VA. الحجم الذي تمت معايرته VA فهو يساوي 10 مللتر، 10 مللتر. إذا تطبيق عددي، CA تساوي CB تركيز هذه القاعدة يساوي 10 في 10 أس ناقص 2 مضروب في حجم عند التكافؤ VBE يساوي كذلك من المعطيات 10 مللتر، ثم نقسم على الحجم VA كذلك 10 مللتر، سوف أختزل هنا لأحصل على تركيز لهذا الحمض يساوي 10 أس ناقص 2 مول لكل لتر. حسنا، أمر الآن إلى السؤال 2-2. بين أن الكتلة تساوي 0.5 غرام. 2-2 ينبين أن M تساوي 0.5 كتلة ماذا؟ كتلة هذا القرص. نبحث عن كتلة هذا القرص الذي تمت إذابته. القرص حسنا، إذا القرص هو عبارة على حالة صلبة، فالكتلة القرص يحتوي على حمض تساوي ماذا؟ تساوي، أو ممكن أن نكتب أول شيء كمية المادة تساوي الكتلة على الكتلة المولية تساوي C في V، ونستنتج الكتلة أي C لهذا الحمض مضروب في الحجم مضروب في الكتلة المولية. تطبيق عددي، كتلة هذا الحمض تساوي، أعوض بالتركيز، فالتركيز هذا التركيز الذي تم إيجاده هو نفسه هذا التركيز، يعني رغم أننا اختلفنا في الحجم فالتركيز يبقى ثابتا. إذا يبقى نفس التركيز 10 أس ناقص 2 مضروب في الحجم. إذا القرص تمت إذابته في هذا الحجم 278 مللتر مضروب في 10 أس ناقص 3 تحويل للتر مضروب في الكتلة المولية لهذا الحمض تساوي 180. لأجد كتلة للحمض تساوي دائما بالغرام، فالتطبيق العددي يعطينا 0.5. أمر الآن إلى السؤال الثالث.
اختر من بين الكواشف الملونة في الجدول أسفله الكاشف الملائم لإنجاز هذه المعايرة ثم علل جوابك. إذن سوف أنتقل إلى الجدول للكواشف الملونة لأختار الكاشف المناسب. لدينا من خلال الجدول ثلاثة كواشف ولديهم مناطق للانعطاف مختلفة. إذن قبل اللجوء إلى هذا الجدول يجب أن نعلم أنه حسب معادلة المعايرة فالمتفاعلين عند التكافؤ سوف يتم استهلاكهما معا، وسوف يبقى فقط القاعدة المرافقة للحمض زائد الماء. وممكن أن نستنتج من خلال النواتج أن الوسط سيكون فعليا سيكون وسطا قاعديا بأن يعني pH أكبر من 7، وبالتالي فالكاشف الذي يجب اختياره سوف تكون قيمة pH أو منطقة انعطافه تكون من 7 فما فوق، يعني سوف تكون في هذا المجال القاعدي يعني من 7 إلى 14. أمر الآن إلى الجدول لاختيار القيم. من خلال الملاحظة للجدول يتبين لدينا أن كاشف أحمر الكريزول هو الذي تتوفر أو الذي يتوفر في هذا الشرط أي 7.2 و8.8، يعني توجد ضمن منطقة القيمة القاعدية. وبالتالي الكاشف سأكتب السؤال الثالث، الكاشف المناسب أو الملائم أحمر الكريزول لماذا تم اختيار هذا الكاشف؟ لأن منطقة انعطافه توجد في مجال الصيغة القاعدية للوسط عند التكافؤ عند لحظة التكافؤ. لهذا تم اختيار أحمد الكريزول. إلى هنا تنتهي هذه الحصة. حد موفق وإلى اللقاء.